أكبر من العالم. ملالا يوسف زاي طفلة رأت أن من حقها أن تتعلم في وجه داعش أخرى أو الأب الشرعي أو التجلي الأعظم لهذه الأفكار، أفكار طالبان التي رأت أن الفتاة لا ينبغي أن تخرج من بيتها لأنها فتنة تسير على الأرض. رأوا أن خروج ملالا ذات 11 عام من منزلها إلى المدرسة يمثل خطراً على الإسلام. أطلقوا النار على رأسها وهي في 14، وهي في 17 فازت بجائزة نوبل لتصبح أصغر فائزة بهذه الجائزة. هذه هي قصة ملالا يوسف زاي، نرويها لكم في هذا التقرير. نشاهد. أصغر من حصلت على جائزة نوبل للسلام هذا العام مناصفة مع الهندي كيلاش ستاريثي، وسبقتها بحصد جائزة السلام الدولية للأطفال والجائزة الوطنية الأولى للسلام في بلادها. إنها الطفلة الباكستانية ملالا يوسف زاي المولودة في 12 من يوليو عام 1997. لم يكن عمر ملالا قد تجاوز 11 عندما فرضت طالبان سيطرتها على وادي سوات الباكستاني بعد اتفاق سلام وقعته الحكومة مع قادة طالبان. وكانت رغبتها في الحصول على بيئة آمنة وحرة لاستكمال الدراسة في مدارس اعتاد طالبان حرقها تباعا، مما كان سببا في معارضتها لسياسة طالبان. اشتهرت ملالا بمواقفها وتدويناتها المناهضة لإرهاب حركة طالبان وانتهاك قياداتها لحقوق الفتيات وحرمانهن من التعليم. وفي أكتوبر عام 2012 حاولت طالبان اغتيالها فأصيبت إصابة بالغة بالرصاص لكنها نجت من الموت.